هذا الخوف بالمشاركة بحملة ترشيد المياه اللي عملناها. نحن بالتنسيق معهم مع عدة اجتماعات وحوارات أخروا باتفاق مع عدة مدارس موجودة منهم مدرسة بنات الأجيال للمشاركة بمهرجان. قبل المهرجان قمنا بتوعية للطلاب عن ترشيد المياه، فقاموا برسم لوحات حائطية ورسومات للأطفال بكيف إنهم ما يهدروا المياه ويوجدوها. طبعاً مدرستنا هي رائدة بهذا الموضوع لأنه نحن المدرسة هي أهدافها تربوية، فنحن بنساعد بترشيد المياه، بنساعد بتوفير الكهرباء، بالطعام الصحي للطلاب، بعدة أمور ونشاطات. فكاننا كثير مسرورين بالمبادرة اللي بادرنا فيها منظمة الطلاب الاتحاد الأوروبي، ساهموا لنا، حبينا نبرز هذا الشيء نحن وياهم على شكل ملأ يعني. فقمنا بمشاركة ببيان فني سوينا، وجود أستاذين متميزين عنا بالتمثيل، قدمنا مسرحية صغيرة عن ترشيد المياه، ملخص المسرحية هلا بنسمح إنه غير منيحوا بيكون أحلى يعني منه، بيحكوا شو هي المسرحية. طبعا بعد المهرجان اللي صار كان كثير ردود فعل الاطفال رائعه جدا، يعني لاحظنا انه صنابير المياه كان الطفل يشرب من الباحه ويتركها مفتوحه، صار هلا زميله عم يجي يسكر صنبور المياه بعد الحمل اللي سويناه. صار بينبهه اذا ما سكرت ما لازم تعمل، سالناهم بالبيت نبه اختك الصغيره اذا ما انتبهت كذا، وهذا كثير وعي رائع لهذا الموضوع. انبسطوا كثير بالفكره وقدموا كثير رسومات رائعه على هذا الموضوع. أنا أكيد أن أشكر الاتحاد الأوروبي للمدارس، المدارس أهدافها تربوية، أنا أشكرهم على هذا الشيء.